اتذكر اول يوم في الجامعة كنت مرة متحمس، استيقظت باكرا كل نشاط وحيوية، لكن بداخلي خوف وتوتر وفضول، ومشاعري كانت مختلطة بين الفرح والتوتر. لا اعرف كيف اتجه ولا اعرف كيف يكون المكان والناس اللي فيه. الاهم اني لما وصلت للجامعة اتأكدت انها هي جامعتي، دخلت وما عرفت وين اروح، كأني ضايع. التفتت يمين شمال، اوف يا الله وين اروح. لكن اللي ريحني واسعدني اني حسيت وقتها بالألفة والمحبة، وانني انتمي لأسرة بينهم التواد والمحبة. بعد ما تعرفت على كليتي ومكاني كونت صداقات، وكنا وما زلنا مع بعض في الحلوة والمرة. اولى جامعي كانت مرة صعبة جدا بحكم انها اول تجربة، بحيث تغير كل المقاييس الدراسية على الثانوية. اصبحنا نبحث ونعتمد على انفسنا. صراحة تعبنا في هذه المرحلة. اما سنة ثانية كانت مرحلة متوسطة نوعا ما، بسرعة مرت الايام وانتقلنا للسنة الثالثة. في هذه السنة كان همنا الاكبر ان نتخرج باسرع وقت. ايام ثالثة كانت مرة جميلة، واللي جملها احساسنا بالانجاز والبحث ووصولنا لنهاية المطاف. بسرعة مرت الايام وجاء الوقت الجد، وبدأت مناقشة المذكرات. كان هناك تنافس بيننا، تنافس مليء بروح التعاون والألفة بيننا. كان الخوف يمتلكنا لما قرب وقت عرض انجازاتنا. وشكرا لكل شخص ساهم في وصولي لهذه المرحلة، والشكر الأكبر لوالدي على تعبهم في إيصالي لهذه المرحلة. اليوم وصل القطار إلى آخر محطة في طريق قطعناه معا بكل ما فيه. اليوم لبسنا عبايات التخرج، مودعين فصولنا وأماكننا اللي استمعنا فيها، وداعا للسهر والأرق والتعب. خلاص ما راح نتعب في إنجاز بحوث ولا مناقشات ولا رطرباج ولا انتظار الحافلات. هي كل مكان في جامعتي طبعت فيني أثر، شاركتني الحلوة والمرة، أفراحي وأحزاني. وداعا 15 أو 16 أو 18 مضت وجاء اليوم اللي كنا ننتظره. وقبل الوداع رسمنا سنة التخرج وأشعلنا شموع الفرح بقلوبنا، وطفينا الأنوار وسجلنا مشاعرنا على جدران الجامعة. وجاءت اللحظة اللي انتظرناها وحلمنا بها، في حكاية اكتملت فصولها وخيوط انتهت تألق من غزل. وأخيرا اهدي شكري لكل من قام بإيصالي لهذه المرحلة على رأسهم والدي. شكرا لكل أستاذ من مرحلة الابتدائية إلى مرحلة التخرج. شكرا لنفسي، شكرا لجهدي، شكرا لي أنا. أنا مش مصدق حلم الليالي الغالي خلاص اتحقق. أنا مش مصدق ابنك من دعواتك لقاه وتوفى. مش مصدق ابنك من دعواتك لقاه وتوفى.